بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 31 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. مثل أن يعتقد أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستغني عن متابعته كما استغنى الخضر عن متابعة موسى، فإن موسى لم تكن دعوته عامة بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى كل أحد، فيجب على كل أحد متابعة أمره صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرا، فكيف من اعتقد أنه أفضل منه وأنه يصير مثله؟ وأما من اعتقد أن من الأولياء من يعلم أنه من أهل الجنة كما بشر غير واحد من الصحابة بالجنة، وكما قد يعرف بعض الأولياء أنه من أهل الجنة، فهذا لا يكفر، ومع هذا فلا بد من خشية الله تعالى. قال رحمه الله في موضع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن العامدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الصغائر ولا يقرون عليها. وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى مما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته، وقالوا بعصمة علي والاثني عشر، ويكفرون من لم يقل بالعصمة من الصغائر. وليس هذا قول أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا المتكلمين المنتسبين إلى السنة المشهورين كأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبي عبد الله محمد بن كرام وغير هؤلاء، ولا أئمة التفسير والحديث ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة، أي القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر، قول هؤلاء، فالمكفر بمثل ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه، فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة المسلمين. وأما التصويب والتخطئة في ذلك فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة. وسئل رحمه الله عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام، قال أحدهما: إن عيسى بن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه، وقال الآخر: بل رفعه إليه حيا. فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده أو روحه؟ وما الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وأنه يقتل الدجال
ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره. وأما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أنه ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. قال تعالى في الآية الأخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه. يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات. قوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه، كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه. ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك أي قابضك، أي قابض روحك وبدنك. يقال توفيت الحساب واستوفيته، يقال توفيت الحساب واستوفيته. ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة. قد يراد به توفي النوم بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وسئل الشيخ رحمه الله هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، وإن كان قد روى في مثل ذلك أبو بكر يعني الخطيب في كتابه السابق واللاحق، وذكره أبو القاسم السهيلي في شرح السيرة بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة، وأمثال هذه المواضع. فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من الكتب المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين. فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.